مصطفى البزركان، حينما تقول هناك خارطة جديدة للطاقة بالنسبة لأوروبا، الأمور لا ترتب بين عشية وضحاها، والأوروبيون أخذوا لربما على حين غرة كما يقال، لا سيما بالنسبة لألمانيا المعتمدة بنسبة كبيرة على الغاز الروسي. هل من السهل الاستغناء على الإمدادات الروسية من دون أن ينعكس ذلك على الاقتصاد بعمق بثقل أكبر بتأثير أوسع على الأنشطة الاقتصادية والأسواق؟ طبعا بالتأكيد استراتيجية الطاقة الجديدة المفروضة على الاتحاد الأوروبي لم تكن غير متوقعة بالنسبة للجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي درسها بصورة تفصيلية، وقد تكون مفاجئة لبعض الدول الأوروبية وبعض دول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها ألمانيا وإيطاليا أيضا، ولكن لم تكن أنا أعتقد مفاجئة للجانب البريطاني. ولذلك شهدنا هذا الضغط الكبير الذي تعرضت له ألمانيا، وبالتالي تغيير اتجاهها الاقتصادي والسياسي 180 درجة، شهدنا ذلك. هناك نقطة لابد من توضيحها، أنه الأزمة الأوكرانية هي لوحدها ستخلق مشكلة اقتصادية. هناك مستويات تضخم في الاتحاد الأوروبي، في بريطانيا، في الولايات المتحدة، مستويات فلكية من التضخم تجاوزت نسبها لما قبل 30 عاما. هذه نقطة. النقطة الثانية والمهمة التي لابد، أنه هناك يعني ضغوط تضخمية شديدة، وقد تؤدي مع تأثيرات أزمة أوكرانيا إلى قد يكون هناك ركود تضخمي، وهذه مشكلة خطيرة جدا. حينما يتعرقل نمو الاقتصاد يترافق معه ارتفاع نسب التضخم، هذا الركود التضخمي يكون مشكلة لا يمكن حلها بسهولة على المدى القصير والمتوسط. ولذلك هذه تأثيرات كبيرة، ليس على الاقتصاد الروسي فقط وليس على الاقتصاد الأوروبي، حتى على اقتصادات العالم. حينما يكون هناك شحة في المعروض بالنسبة للنفط والغاز، صحيح هناك بدائل ولكن ليست بدائل آنية. يعني حينما نقول قطع الغاز الروسي، أي دولة، ألمانيا أو أي دولة أخرى، حينما تعتمد على الغاز الروسي من خلال الأنابيب، بمعنى البديل هو الغاز المسيل. الغاز المسيل يحتاج إلى شاحنات نقل من البلد المصدر إلى البلد المستورد، يحتاج إلى محطات إعادة الغاز من الحالة السائلة. هذه جميعها تضع ضغوطا على الاقتصادات سواء الأوروبية أو الاقتصادات الأخرى في العالم. هذا اللجوء للاحتياطي الاستراتيجي في أمريكا وفي دول أخرى، هل من شأنه أن يساعد على بقاء الأسعار في نطاق قابل للتحمل على امتداد الأشهر المقبلة، أم أنه إجراء فقط لأيام أو أسابيع؟ من خلال التجارب السابقة، لا ننسى أنه قبل أزمة أوكرانيا كان هناك ارتفاع في أسعار النفط لم يكن مقبولا في الاتحاد الأوروبي أو في الولايات المتحدة، ولذلك كان هناك عمل جمعي لإطلاق الاحتياطيات سواء من اليابان، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة، ولكن شهدنا من خلال التجربة أنه التأثير لا يكون بعيد المدى، تأثيرا قصيرا. لماذا؟ لأن هناك يعني حينما تكون شحة لابد من الاعتماد على الدول المنتجة. الدول المنتجة اليوم في حيرة، يعني هذه نقطة أساسية. روسيا هي دولة أو بلد مع أوبك بلس، هذه نقطة، وبلد رئيسي في هناك منتدى الدول المنتجة للغاز، أيضا روسيا في مقدمة الدول هذه. هذه سيجعل، ولا بد من ذكر أنه كان هناك الأسبوع الماضي تصريح لا بد من الاهتمام به، وتصريح وزير الطاقة القطري قال بالحرف الواحد لا يمكن لدولة واحدة أن تعوض على الغاز الروسي. هذه نقطة. التصريح الثاني، لا يمكن المشاركة في العقوبات إن لم تكن من جانب الأمم المتحدة. هذا يجعل أن هناك تطورات في المواقف الدولية، ولا بد من تشخيص هذه التطورات، وبالتالي العمل على وجود موقف جمعي كما هو الموقف في الاتحاد الأوروبي.